بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على موضوع جديد وممتع، هو ديزاين فور رينفورسد شورت كولومز، اللي هو ببساطة تصميم الأعمدة الخرسانية القصيرة. معاكم المهندس محمد إسماعيل، ودي الكونتاكتس بتاعتي. تعالوا، عندنا منشأ بالمنظر ده، عندك شكل معماري معين، مبنى ليه فانكشن معينة، ممكن يكون المبنى ده مستشفى، ممكن يكون مبنى إداري، ممكن يكون مبنى سكني، مكون من عدة طوابق. طبعا أنت دلوقتي لما بتجيلك اللوح المعماري ديت، أنت بتبقى بيحدد هو الفانكشن معينة والشكل المعماري والواجهات ومساحات الغرف وارتفاع الأدوار وكل الكلام ده بتلاقيه موجود في اللوحة. طيب انت دلوقتي انت محتاج ايه؟ محتاج ان انت تحول الكلام ده لحاجه قابله للتنفيذ. طب يعني ايه قابله للتنفيذ؟ يعني انت دلوقتي انت عندك في مساحات، المساحات دي المفروض ان انت دلوقتي هتعملها ببلاطات، بعد البلاطات دي انت المفروض ان انت هيبقى في كمر يشيل البلاطات ديت عشان يشيل كل الاحمال ده، ومحتاج ان انت السكيلتون بتاعك ينقل الاحمال دي من كل دور للدور اللي تحته. هنعملها ازاي؟ هنعملها عن طريق الاعمده اللي احنا شايفينها بالمنظر ده. طيب هو عشان بعد كده الأعمدة هيوصل لغاية فين في الآخر؟ هيوصل لغاية الأساس، وبالتالي يعتبر السكيلتون بتاعك اللي أنت هتعمله ده يعتبر هو الحاجة الميجور في الآخر اللي هتشيل كل المنشأ ده. وبالتالي ده بالنسبة للأحمال النازلة في اتجاه الجرافيتي أو اتجاه الجاذبية لتحت. طب بالنسبة للأحمال اللاترال، يعني لو أنت جاي عندك طبعا المنشأ ده موجود في مكان، المكان ده ممكن هتلاقيه معرض لأحمال رياح وأحمال ممكن زلازل على فترات متباعدة، فبالتالي لازم نستخدم حاجات زي الشير وولز و لاترال سيستم ريزيستنج ان هو يقاوم الاحمال الجانبيه. لكن موضوعنا النهارده اللي احنا عاوزين نتكلم عليه هو الاعمده، والاعمده ديت هو عنصر مهم جدا في الجزء بالنسبه لنا السكيلتون، خاصه زي ما قلنا ان احنا دلوقتي عشان ننقل الاحمال بتاعتنا من كل دور للدور اللي تحته لغايه ما يوصل لغايه الاساسات تحت، لازم عن طريق الفيرتيكال ممبرز. الفيرتيكال ممبرز دي عندنا في الجزء بتاع السكيلتون الخرساني هو بنسميها كولومز. الكولومز ديت ار فيرتيكال كومبريشن ممبرز، بتكون هي ممبرز متعرضه لكومبريشن، وهي جزء من الاستراكشر سيستم بتاعك. طيب انت بيعمل ايه؟ المفروض ان هو بيسبورت اللود كارينج بيمز، يعني انت دلوقتي عندك بلاطات والبلاطات دي بتنقل للكمر، والكمر ده هينقل فين في الاخر؟ هينقل للاعمده، والاعمده دي بتكولكت اللودز ديت وبتحاول ان انت تشيلها من الابر فلور للور فلور. زي ما احنا شايفين كده، هو ده شكل بلان يعني تيبيكال فلور. فعندك ده دلوقتي شكل ان ده دي بلاطات، دي الجزء اللي هو متهشر ده تريبيوتري اريا، بيسموه تريبيوتري اريا او الاريا ميثود اللي احنا كنا بناخدها زمان، ان انت دلوقتي كل عمود يقدر يشيل قد ايه، يعتبر نص الاسبان من كل باكيه، اللي هو في الاخر هيطلع مساحه اكس في واي. وبالتالي دلوقتي هي الاحمال بتيجي على البلاطات، والبلاطات في الاخر بتنقلها للقمر، والقمر كل القمر في الاخر بينقل لكل عمود، وكل عمود بيشيل نصيبه من الحمل. ده بيجمع زي ما احنا شايفين كده، بيجمع الاحمال من الروف وبعد كده بتنزل العمود، والعمود يعتبر هو الفيرتيكال اللي بيكولكت كل اللودز من كل الادوار لغايه ما وصلها لغايه الفوتنج ايه تحت. في نقطه مهمه هنا عاوزين نتكلم عليها جدا، النقطه دي زي ما احنا شايفين هو دلوقتي ايه، دلوقتي انت دلوقتي ده شكل العمود وده الكروس سيكشن بتاعه، وده زي ما قلنا انت دلوقتي عندك كل بلاطه من دي هي البلاطات بترمي في الاخر للقمر، والقمر في الاخر بيرمي للاعمده، والاعمده زي ما احنا شايفين كده اهوت لما بترمي للفاونديشن. ممكن تلاقي السكيلتون ده موجود فيه بلاطات بس ومفهوش قمر زي الفلات سلاب، وبالتالي البلاطات هترمي دايركت على الكولوم، ساعتها بيبقى فيه حاجه اسمها كولوم ستريب وفيلد ستريب. الكولوم ستريب دي يعتبر هي كانها زي ايه البيمز اللي في الاخر تكولكت وترمي على الاعمده. الشيء المهم اللي احنا المفروض ان محتاجين نعرفه هنا اللود باث. يعني ايه لود باث؟ يعني انت دلوقتي بقى انت عندك كذا مسار للود، بمعنى ان انت دلوقتي مثلا الحمل اللي مثلا العمود ده هو بياخد منين؟ بياخد من البلاطه اليمين والبلاطه الشمال، وبينزل ايه؟ بينزل الاحمال بتاعته بتتحرك كده. نفس الكلام هنا، العمود اللي هو على ناحية اليمين بيروح له اللود كده، العمود ناحية الشمال بيتجمع من واخد نص البلاطة تمام اليمين ويجمع اللود لغاية ما وصلها للفاونديشن.
ايه بقى حكايه اللود باث؟ اللود باث ده انت دلوقتي في الاخر اللود ده عامل زي الفلوت شانل، الفلوت شانل زي الفلويدز، سواء ميه سواء اي حاجه من الموائع اللي هو المياه او الغازات، فبالتالي ان هي بتتحرك كان ديت زي انابيب، زي ما انت شايف كانها ميه، بيعتبر ان اللود ده عامل زي الميه في الاخر، ان هو بيجمع في مناطق، المناطق ديت مثلا بيرمي على البيمز هنا، وفي الاخر بتكولكت وبترجع للاعمده، فيعتبر ان انت الاعمده دي هي كانها زي الفلوت شانل او الماسوره اللي في الاخر هتوصل لك الحمل من الروف وكل الادوار لغايه ما توصل لغايه الفاونديشن تحت. اي ديسكونتينيوتي يعني اي انفصال في اي حاجه من الفيرتيكال ممبرز دي في الاخر بتسبب ممكن كولابس، وبالتالي الشطاره بتاعتك ان انت تحاول ان انت تبقى اكتر عندك اكتر من لود باث، بحيث ان لا قدر الله لو حصل فيلير او حصل دامج في بعض الممبرز خاصه المين ممبرز زي ما بنتكلم على الاعمده، يبقى انت عندك هيتوزع في حتت تانية. زي ايه يعني؟ انت مثلا حاجه بالمنظر ده لو حصل لا قدر الله كراشنج في عمود بالمنظر ده مثلا او عمود تاني، تمام، يبقى انت في عندك لسه في اعمده تانية تقدر تشيل، بحيث ان السقف ما يحصلوش كولابس او يحصل له ايه دامج. ليه زي كده؟ بالتالي احنا بنقول دلوقتي انت دلوقتي لو انت عندك يعني مثلا دلوقتي دي وليكن ماسوره بتاعت ماسوره عموميه، فلو اتكسرت هيحصل ليكج، وبالتالي هنا نفس الكلام، هو لو حصل دامج او كراشنج في العمود خلاص حصل كولابس. لكن ان انت لو انت عندك شبكه بايبنج نتورك كبيره جدا، تقدر ان انت دلوقتي لو حصل فيلير في جزء تقدر ان انت تقفل الجزء ده وتبتدي ان انت هيتوزع على بقيه الاجزاء التانية. لكن الماسوره اللي بتغذي الماسوره الرئيسيه ديت لو اتكسرت خلاص الشبكه كلها حصل لها فيلنج. وبالتالي احنا ليه بنهتم بالاعمده؟ بنهتم بالاعمده لان كل ما تنزل لتحت كل ما يكون الريبير والسترينسنج بتاعت الحاجه ديت اصعب. يعني انت دلوقتي لو انت حصل عندك مشكله في بلاطه مثلا ما في حته في مثلا في الروف او في اي مكان، دي اصلاحها اسهل من ان انت تصلح الكمر، ولو حصل ده مش في كمره اصلاحها اصعب من البلاطه بس اسهل من ان انت تعمل في الاعمده. طب والعمود اللي تحت اخر واحد ده اصعب في كله، لان انت هتحتاج ساعتها ان انت تصلب المبنى كله. لكن لو انت حصل عندك دمج في حته مثلا هنا، هتبتدي تصلب مثلا ده السقف ده وتبتدي تتعامل مع العمود ده، لا قدر الله حصل دمج في العمود اللي تحت، تمام، فبالتالي ان انت محتاج تصلب المبنى كله، بالتالي المبنى الاعمده اللي تحت دي بتبقى عليها الهاي كومبريشن، يعني هي بتجمع اللود بتاع المبنى ايه كله، ولو حصل دمج في فاونديشن بيكون اصعب واصعب ان انت تعمل لها ريبير او سترينسنج، في حته ان انت في الاخر هي دي تحت الاساسات هتكشف عنها وان انت هتعمل لها تقويه وان انت تبتدي ان انت هتصلب كل المبنى كله. وبالتالي عشان كده احنا بنقول ان انت، وبالذات برضو الكود بيهتم بحته ان انت يكون عندك اكتر من لود باث في حته ان نقل الاحمال. وبالتالي ليه؟ لان هو بيعتبر ان انت مثلا دلوقتي كل ما المبنى يكون ريدندنت، ريدندنت زي ما احنا كنا بناخد ستاتيكال ديترمن وستاتيكال اند ديترمن، لو انت في كاميرا هي فيكسد من ناحيتين وحصل لها روتيشن او بلاستيك هنج في الناحيتين، هتتحول بدل ما كانت فيكسد هتتحول ان هي هنجد، وبالتالي تقدر ان هي في الاخر برضه هي ستيبل. لكن لو انت عندك كاميرا هي هنجد وحصل هنجد في النص، بالتالي دي هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها دامج على طول. وبالتالي الريدندنس دي مهمه جدا في الكود، وبعد كده في الكود بتاع الاحمال خاصه الامريكي، لو المبنى مش ريدندنت بيخليك ان انت تزود الممبر بنسبه 30%، تزود الاحمال بنسبه 30% زياده. عندنا مبنى زي ده دلوقتي احنا بنتكلم عليه، بنتكلم من اللي على الاعمده في المحاضره دي وخاصه الاعمده القصيره. بعد كده ان شاء الله في المحاضرات الجايه هنبتدي نتكلم على الاعمده اللي هي السلندر والاعمده اللي هي الطويله. الاعمده زي ما قلنا ان هي ديت بتشيل في الغالب كومبريشن ممبر، لان هي في الاخر بتشيل احمال الجرافيتي بتاعت كل الادوار، فبالتالي بيكون عليها كومبريشن ايه لود. قليل لما تلاقي عمود عليه تنشن لود. دلوقتي احيانا برضو بنلاقي بعض الاعمده بحس ان هي مكانها ممكن زي الاماكن بتاعت الكورنر والايدج وكده، ممكن يبقى عليها ده هيبقى عليها لودز مختلف عن اللي هتبقى شايله من ناحيه واحده وشايله من الناحيه الثانيه، فان ايكوال ديستريبيوشن لللود، فهتلاقي في ناحيه شايله في ناحيه الثانيه مش شايله، فهتلاقي عليها ايه مومنت. ممكن يكون البندنج مومنت ده من ناحيه واحده وممكن يكون من ناحيتين، زي ما بنقول على الايدج مثلا، تمام، ممكن يكون من ناحيه واحده.
ان ايكوال مومنت. وبالتالي ان انت مثلا دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان العمود ده في الاخر هيبقى عليه كومبريشن وعليه بندنج. طبعا زي ما احنا بنقول ان انت اساسا دلوقتي الفورسز اللي ممكن بتيجي على اي ممبر هي ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى كومبريشن فورس، وممكن تبقى تنشن فورس، ممكن يجي عليها بندنج عزوم او شير او تورشن. الشير والتورشن ممكن يتعمل لهم كومباينيشن كومبايند في ان هو في الاخر يتحولوا كشير. الكومبريشن مع البندنج ممكن يتحولوا في الاخر ان هي ستريسز تنسايل او كومبريشن ستريس. البندنج مع تنسايل ممكن برضو يتحولوا ان هما ستريسز. وبالتالي طيب انت دلوقتي لو انت عندك عمود عليه كومبريشن وعليه بندنج، في الغالب اغلبيه الامدان لما بيكون عليها كومبريشن وعليها بندنج في الغالب ما بتقلبش، وبتبقى هي الميجور عليها ان هي بتبقى عليها ايه؟ كومبريشن ستريس. بس برضه بنصمم العمود ان هو فيه كومباينيشن من الانتراكشن كيرف اللي احنا هنشوفه بعد كده. وبالتالي عشان كده احنا بنقول ان اغلبيه الاعمده ديت تمام الاعمده بيكون عليها ان هي كومبريشن ايه ستريسز، وده الميجور في الاعمده. قليل جدا لما احنا بنقول ان انت تشوف عمود عليه اللي هو ايه تنسايل ستريسز. هنيجي نشوف في الدياجرام ده هو تصنيف الأعمدة. في ناس بتحب تصنف الأعمدة بكذا طريقة، يعني لما نيجي نتكلم على الأعمدة في ناس بتبص لها بأكتر من طريقة أو أكتر من منظور على حسب يعني. أول حاجة الناس بتصنف الأعمدة على حسب نوع الماتيريال بتاعتها، هل هي ستيل ولا خرسانة ولا كومبريشن، لأن الأعمدة دي هي أي ماتيريال هي موجودة ساعتها. أنت دلوقتي بيشيل كومبريشن ممبر وحطه في إن هو كولكت كل اللودز بتاع الجرافيتي لود، فبيبقى ممكن تستخدم أي ماتيريال، بس بشرط تعرف الكباسيتي بتاعتها وتعرف تعمل لها ديزاين. في ناس بتصنف طبعا عشان احنا بنتكلم على أعمدة خرسانية، في ناس بتبص لها من ناحية الكونفاينمنت تايز الكنات، يعني طريقة الكونفاينمنت حاجة سبايرال ولا حاجة تايت كونكشن تايت ستيربس. في ناس بتصنفها على حسب السلندرنس، كل واحدة من دول بتفرق في طريقة الديزاين. يعني هو ليه كده؟ لأن عشان كل واحدة من دول بتفرق في طريقة الديزاين. السلندرنس ده هل العمود ده قصير ولا العمود ده نحيف وطويل، عشان ساعتها الباكلينج هيأثر معاك والسلندرنس ديت هتخش معاك في الديزاين. بريسنج، البريسنج ده معناه ان انت دلوقتي حاله المبنى ده هل هو بريزد ولا ان بريزد، او سوي بيرميتد او سوي بريفنتد. يعني وفي ناس بتقول عليه سوي فريمز ونون سوي فريمز، دي برضو بتفرق معاك في الكي او الافكتيف لينث فاكتور بتاع ايه العمل. الاكسل لود لوكيشن، مكان الاكسل لود ده هنشوفه بيأثر علينا ازاي، عشان ان انت ممكن تحول المومنتات لاكسل لود بس فيها اكسنتريستي، وساعتها نشوف الاستريسز اللي جايه على العمود هل هي بيور كومبريشن ولا في الاخر ممكن جزء كومبريشن وجزء تنشن. تعالوا نشوف واحده واحده مع كل تصنيف من دول. نيجي اول تصنيف الماتيريال. زي ما قلنا انت دلوقتي ممكن في دول بيبقى مشهور فيها الخشب موجود متوفر، فبيستخدموا الخشب ده في بناء البيوت، فممكن التمبر ده اللي هو الخشب تمام يبقى از كولوم. طيب ممكن يكون العمدة عبارة عن ستيل بايبس أو اي سيكشنز أو ستيل سيكشنز. ستيل سيكشنز مثلا اللي هي متعارف عليها سواء دبليو أو اتش اي اي أو اي بي اي على حسب، دي كلها قطاعات ستيل ايه سيكشن. ممكن يكون العمدة عندك كونكريت كاست ان سيتيو أو بري كاست كونكريت أو كومبوزيت ما بين الكونكريت وما بين الايه الستيل، كل ده يعتبر نازل تحت الطيب بتاع ايه الكونكريت. كل الطيب من دول بيختلف في نوع الديزاين بتاعه والكباستي بتاعته. اللي احنا المفروض نتكلم عليه بنتكلم على الجزء بتاع اللي هو الكونكريت رينفورسد كونكريت. النوع التاني التصنيف التاني اللي احنا كنا بنتكلم عليه الكونفاينمنت، هو دلوقتي الكنات اللي هي بتغلف العمدة. لما انت بيكون عندك العمود الكروس سكشن بتاعه حاجة مربع او مستطيل او ان هو يكون دايره. طيب لو هو سيركولر هيبقى صعب ان انت تعمل الكنات بتاعتك مستطيله، فلازم انها تعملها ايه دواير كده. طب الدايره دي بتسموها ايه سبايرال، سبايرال بتبقى حلزونيه كده طالعه من تحت لغايه فوق.
المسافة دي تمام انت طبعا عايز تعملها في الرأسي، فبيسموها ايه بيتش. الاس ديت السبيسنج ده اسمه ايه بيتش. دي اللي موجودة هنا الايه ستيل في الجزء بتاع التايد كولوم اللي هو ايه ريكتانجلر سيكشن. شكل ده عامل ازاي في الحقيقة؟ شكله عامل بالمنظر ده الكومون اللي احنا بنشوفه ايه كتير برضه. ده برضه احنا بنشوفه وده بيستخدموه بكثرة في حتة الايه البايلز. يعني البايلز بيبقى سهل عشان بورنج، تمام، المكنة بتاعت البورنج دي بتعمل بورنج بشكل سيركولر، فبالتالي بيبقى سهل جدا ان انت تعمل ايه البايلز بتاعتك بالمنظر ده. واحيانا كتير بيستخدموه في الواجهات وفي الاشكال المعماريه، بيبقى شكله احسن بكتير من الجزء بتاع انه يكون ايه ريكتانجلر. بالنسبه للجزء بتاع السلندرنس اللي هو النحافه بتاعت الايه الاعمده، نيجي نشوف كده بتصنيف السلندرنس. بيصنفوا الاعمده دي على حاجتين، حاجه اسمها شورت كولومز. الشورت كولومز ديت تمام بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن ان الفيلير بتاعها نتيجه ان الكراشنج بتاع الكونكريت، انا بتوصل لغايه الايه الكباست بتاعت الكونكريت، ما بيدخلش معاك فيها النحافه، لا اما يحصل كراشنج يعني توصل للكباست بتاعت الكومبريشن بتاعت الكونكريت، حصل لها كراشنج او ييلدنج في الستيل بارز، او يحصل ييلد للستيل بارز اللي هو الرينفورسمنت ايه بار، فبالتالي ان انت بتوصل للكباست بتاعت ايه العمود. طيب التصنيف الثاني السلندر كولوم. سلندر كولوم ده هو لونجيتودينال لونج ايه كولوم. لونج كولوم ده عمود طويل ونحيف، وبالتالي بيظهر فيه مشكله باكلينج افكت، وبالتالي ما بتقدرش توصل للفول كاباستي بتاعت العمود، يعني ما بتوصلش للكباست بتاعت الكراشنج. انت لا ممكن يحصل فيه هيحصل اديشنال مومنت نتيجه ان العمود ده هيباكل معاك نتيجة الكومبريشن اللي جاي عليه، فالسلندر نس ريشيو ديت بتبقى فارقة معاك، بتقلل الكباستي بتاعت ايه العمود. وبالتالي عندك عمودين، العمودين دول ممكن يكونوا نفس الطول، بس العمود ده أبعاده كبيرة، يعني أبعاده كبيرة اللي هو الكروس سكشن بتاعه المقطع بتاعه أكبر، فبالتالي الأسبكت ريشيو بتاعته كويسة، فبتبقى شورت ايه كولوم. في عمود تاني كده بيبقى ممكن هو طويل ونحيف، الكروس سكشن بتاعه رفيع، فبيحصل ايه ان انت لما بتيجي تدوس عليه تمام، لو انت دوست على الشورت كولوم هيبقى يوصل لغايه ما حصل له ايه كومبريشن ايه فيلير. طب لو انت دوست على الجزء بتاع السلندر كولوم ده وانت بتدوس عليه هيبتدي ايه يباكل معاك، فما وصلش للفول كاباسيتي بتاعت الايه الكومبريشن ممبر، وبالتالي بيحصل اديشنال مومنت. الاديشنال مومنت دي بتخلي الممبر ده ايه يفيل زي بالمنظر ده. انت عندك ان انت كومبريشن فورس كده، فبيحصل نتيجه البي في الدلتا اديشنال ايه مومنت. يعني انت لو عندك عمود مؤثر عليه بي وام اللي هو كومبريشن وبندج من ناحيتين، وانت بتدوس عليه خلاص عشان السلندر نس هيحصل باكل كده، فباكل ده هيحصل ايه دلتا، فالدلتا دي البي في الدلتا ديت هتعمل لك سكندري مومنت، هتسبب ان العمود ينهار بدري قبل ما يوصل للايه الكومبريشن الفول كومبريشن كاباسيتي بتاعت الايه الممبر ده. نيجي للتصنيف اللي بعد كده، هل الفريم ده بريزد ولا ان بريزد؟ زي ما احنا قلنا قبل كده كنا بنقول ان والله الكولوم ده انت لو دوست عليه بيه كده ممكن يباكل كده. طب هو الفريم نفسه اللي هو يعني الكولوم ده جزء منه، هل انت لو اثرت عليه بلود هل الفريم نفسه هيحصل له سوي ولا مش هيحصل له سوي؟ الطيب الاولاني اللي احنا شايفينه ده هو لاترالي بريزد فريم، ان انت لو اثرت عليه بلود هو مش هيتحرك كده ايه، مش هيتحرك افقي، وبالتالي ان انت دلوقتي لما تيجي تأثر عليه بلود هو ممكن يباكل كده، يباكل كده تبقى هتظهر فيه مشكلة البي سمول دلتا. لكن انت لو انت عندك فريم بالمنظر ده هو مفيش حاجة بتمنعه افقي ان هو يتحرك تمام، هيحصل له ايه سوي. فلما يحصل له سوي وتيجي تأثر عليه بلود نتيجة ان انت مثلا فيه هو عليه كومبريشن، وبالتالي لو انت أثرت عليه بلود هوريزونتال وحصل له سوي كده، فيبتدي هيحصل ايه، هيحصل له حاجتين، حصل له lateral displacement كده دي هتبقى اسمها بي بيج دلتا، وهيحصل له انفليكشن كده تمام، دي الانفليكشن بوينت تمام، هيحصل له ديفورميشن كده، ديفورميشن دي هتبقى بي سمول دلتا، وبالتالي دي هتفرق معاك في طريقه الديزاين. زي ما احنا بنقول كل التصنيفات دي بتفرق معاك في الكباست بتاعت العمود، يعني كل تصنيف من التصنيفات دي بتفرق معاك في ديزاين بتاع العمود، وبالتالي لازم تاخدها معاك في الاعتبار، لازم يبقى في تشيك بحيث ان انت زي ما قلنا في الجزء بتاع الماتيريال بتبقى عارف الكباسيتي بتاعته، الكونفاينمنت السبايرال الكباسيتي بتاعته اعلى، السلندر نس
لو كل ما يكون السلندر نس قليله كل ما يكون الكباستي اعلى. لو انت عندك لاترال بريزد كل ما يكون الكباستي اعلى من ان هو امبريزد فريم. التصنيف الاخير بقى، التصنيف الاخير ده اللي هو الاكسيال لود لوكيشن. الاول عمود عندنا بالمنظر ده، العمود ده اللود اللي مأثر عليه الكمبريشن فورس موجوده في النيوترال اكس او السيمتريك اكس بتاعه العمود، وبالتالي العمود ده عليه يونيفورم كومبريشن ايه ستريس، معلهوش اي ولا تنسايل ولا عليه اي بند. طيب العمود بقى الطيب التاني اللي هو بي ده، لا انت عندك الاكسل فورس بس فيها شويه اكسنتريسيتي سواء بقى في اتجاه الاكس او في اتجاه الواي. دلوقتي لو احنا خدنا الاكسنتريسيتي في اتجاه الواي ده، فمعناه ان هو البي ده لو احنا عايزين ننقله في النقطه دي هيأثر ببي وبي في اي اللي هي المومنت ده. انت لو عايز تنقل فورس هتنقلها فورس ومومنت، وبالتالي عشان توصلها للجزء بتاع النقطه بتاعت السيمتريك اكسيز بتاعت العمود، فبالتالي البي ديت هتديك ايه مومنت، فبالتالي ده الايكوفلنت بتاعها ايه كومبريشن مع بيندنج. كومبريشن مع بيندنج ده بالتالي ده العمود اللي هو ده كده عليه ايه كومبايند كومبريشن ومومنت حوالين اكس واحد. طيب لو انت عندك بقى في الاتجاهين، يعني عندك ان انت مثلا دلوقتي عندك لا ده اي اكس واي واي، يعني ففي بقى عندك ايه، عندك مومنت حوالين اكس ام اكس وعندك مومنت حوالين واي، لان انت هتنقلها في ايه في ناحيتين، فيبقى انت عندك ده الايكوفلنت بتاعه ايه ان ده عمود عليه مؤثر عليه كومبريشن فورس وعليه عزوم في حوالين التو اكسس. وبالتالي كل نوع من النوع ديت بتفرق، ده بيبقى عليه بيور كومبريشن، ده كومبايند كومبريشن بس في اتجاه واحد، كومبايند كومبريشن وبندنج في اتجاه واحد، ده كومبايند كومبريشن وبندنج في اتجاهين. نيجي لاول كيس عندنا، الكيس بتاعت الكومبريشن كيس. الكومبريشن كيس ديت انت عندك ان انت دلوقتي احنا بنقول والله انت عندك كولومز بس فيها سمول اكسنتريستي او اكسنتريستي بتاعتها بزيرو اللي هو بيور كومبريشن. لو انت عندك عمود كده واثرت عليه كومبريشن فورس من غير اي اكسنتريستي بيحصل له دلتا كده. لو انت خدت ده كروس سكشن بتاعه اللي هو سكشن ايه ده، ده كده الكونكريت والخطين البار السوليد بارز دول اللي هم ايه رينفورسنج بارز. طيب انت دلوقتي ده شكل الستريس سترين كيرف بتاعك، ده الستيل لغايه ما يوصل لغايه الاف ال والخرسانه لغايه ما يوصل لغايه الاف برايم سي. لو انت عملت اناليتيكال موديل ليها ان انت في الاخر ان انت عندك البي نوت ده بتساوي ايه، بتساوي انت دلوقتي عندك سمشن الاف واي ايكوال زيرو، سمشن الاف واي ايكوال ايه زيرو، دي من معادلات الاتزان. طيب انت بيأثر عليك ايه اللود اللي جاي عليك البي نوت، طيب بيقابله ايه، بيقابله الاف برايم سي في الاريا جروس بتاعت الكونكريت ناقص الاريا ستيل. يعني انت دلوقتي الكونكريت ديت الاف برايم سي ديت في مساحه المقطع مقاومه الخرسانه بتاعت الضغط في مساحه المقطع بتاعت الخرسانه بس مطروح منها الايه الاريا ستيل، عشان الاريا ستيل دي هتتضرب في الاف ال. وبالتالي لو جمعنا دول المفروض ان البي نوت يبقى مقاومه، يبقى العمود ده يقدر يشيل قد ايه، يشيل مقاومه الخرسانه في الضغط مضروبه في الاريا جروس بتاعت الكونكريت ناقص الاريا ستيل بلس الاف يلد بتاعت الستيل في الاريا ستيل. طيب ولكن انت دلوقتي ده معموله للجزء بتاع السكوير سيكشن، فالكورليشن بتاعها في الاي سي اي ان هي 0.85 لان هو بيستخدموا السلندر بتاعت الاف برايم سي، ما لقوهاش بتساوي الاف برايم سي، لا طلعت 0.85 في الاف برايم سي. وبالتالي لو انت عندك معادله انت عاوز تعرف النومينال كاباسيتي بتاعت القطاع ده يقدر يستحمل لغايه قد ايه، يقدر يستحمل 0.85 في الاف برايم سي لاريا كونكريت مطروح منها الاريا ستيل بلس الاف فيلد في الاريا ستيل. لكن ان انت دلوقتي لو احنا مثلا جينا فده اللي احنا بنتكلم عليه، ان انت دلوقتي عندك عمود تمام عليه كومبريشن ايه فورس. طيب ده في لو هي في النص هنا تعتبر ان هي في الكونسنتريك او فيها جزء اكسنتريسي، الاكسنتريسي دي حاجه صغيره اللي بيسمح بيها الكود، مثلا بنتكلم في رينج 25 مللي او بوينت او 10% في التايت كولومز او 5% في الجزء بتاع السبايرال كولوم. دي المعادله بتاعت الجزء بتاع التايت كولوم. لو احنا شفنا طبعا احنا مش بنسمي على الفول كاباسيتي بتاعت الكومبريشن، وبالتالي بتصمم على فاي في البي نومينال ماكسيمم. طب الفاي دي بكام؟ الريدكشن فاكتور او السترينث ريدكشن فاكتور
اللي هي 0.685 للتايت كولم. يبقى الفاي دي 0.65 للتايت كولم، هتلاقيها اكبر فيها في السبايرال كولم. دي المعادله الاساسيه بتاعتنا اللي احنا كنا لسه قايلينها، اللي هي 0.85 في الاف برايم سي في الاريا كونكريت ماينس الاريا ستيل زائد الاريا ستيل في الاف فيلد. طب ايه البوينت 8 ده؟ البوينت 8 ده لان انت بيبقى فيه سمول اكسنتريس اللي احنا قلنا عليها 25 مللي مثلا. طيب وبالتالي بيعمل ريدكشن سواء 0.75 او 0.8 تمام في النومينال كباسيتي عشان ياخد ما يبقاش العمود ما ينهارش نتيجه ان في كومباينيشن ما بين الاكسيال فورس وبين البندنج. فهو عشان سمح بجزء شويه اكسنتريستي هيبتدي يعمل ريدكشن في السترينث بتاعت الايه التايت كولم. دي المعادله بتاعت السبايرال كولوم. هتلاقي الفاي السترينث ريدكشن فاكتور هنا 0.75 مش 0.65، وبالتالي عشان كده احنا بنقول اي تصنيف من التصنيفات اللي احنا شفناها دي بتفرق في الديزاين بتاعه العمود. هي علت الكباستي ليه؟ الكونفاينمنت بتاع السبايرال احسن من الكونفاينمنت بتاع التايت كولم، ده بيعتبر بتحزم العمود فبتخلي الكور بتاع الخرسانه اللي جوه الرينفورسمنت او جوه السبايرال ستيربس احسن ويقدر يشيل اكتر بكتير من التايت كولوم، ودي لقوها في الاختبارات كده. فبالتالي هتلاقي الكافيس بتاعته في السبايرال كولوم اعلى. دي الجزئيه اللي احنا كنا بنتكلم عليها، ان انت بتريديوس الاكسل فورس بنسبه 20% والسبايرال كولوم 15% نتيجه ان انت قلنا في جزء ايه اكسنترستي. طبعا الكيرف ده مهم جدا واحنا شفناه قبل كده زمان، ده يعتبر اللي هو احنا درسناه في الكليه، ده الكومبايند كومبريشن والبندنج كيس. يعني ايه؟ انت دلوقتي عندك عمود عليه كومبريشن فورس وعليه بندنج ايه مومنت. ساعتها هتلاقي ان انت عندك الكيرف ده مش بتصمم بمعادله، اللي هو في الاخر ان انت دلوقتي عندك ان انت دلوقتي بقى في كومباينيشن ما بين الاثنين، فمحتاج ان انت تشوف الكومباينيشن ده هل هو في الاخر الاستريسز اللي جايه على العمود هتبقى كلها كومبريشن، ولا هيبقى فيها جزء ايه كومبريشن وتنشن، ولا الجزء كله هيقلب ايه. لو احنا جينا بصينا الكيرف ده، المحور الراسي بتاعه ده البينوت. البينوت ده اللي هو يعتبر نومينال كاباسيتي في العمود في حاله الكومبريشن. طب والمحور الافقي ده نومينال كاباسيتي للعمود في حاله البندنج بس، بيور بندنج ومفيش كومبريشن، ده بيور كومبريشن ومفيش ايه بندنج. طيب هتلاقي الكيرف ده بادئ من بينوت كده هيفضل ماشي لغايه مثلا يوصل ايه للمعلطه. طيب ايه بقى الخط ده؟ طبعا احنا في النقطه دي لغتنا هنا، ده هتلاقي ان انت الستريس اللي جاي على العمود كلها كومبريشن، النقطه دي هتلاقيها كلها يونيفورم كومبريشن. بعد كده هيبتدي يزيد شويه ناحيه كومبريشن ويقل من الناحيه الثانيه عشان ايه ظهر شويه ايه بندنج. طب انت دلوقتي ليه ان انت مثلا دلوقتي ما بتصممش على النقطه دي بتصمم على دي؟ قال لك لان انت سامح بشويه اكسنتريستي، فبالتالي لو انت صممت على النقطه دي وانت في عندك شويه اكسنتريستي بقيتك انت واقع في الحته هنا، فانت بقيتك بره الكيرف. اللي احنا عايزين نقوله اي نقطه جوه الكيرف يعني داخل جوه تمام ده الانفلوب، فاي نقطه جوه داخل الكيرف ده سيف، بره الكيرف ان سيف. طيب وبالتالي ان انت دلوقتي لو انت مسامح بشويه اكسنتريستي بقى عندك كومبريشن بلس بندنج، فبقيتك واقع في نقطه هنا، فبالتالي ده كده ايه ان سيف. وبالتالي الماكسيمم الاوبل كومبريشن عندك هتلاقيه هنا. طب انت لو انت شديت خط كده، ده خط هيبقى ميله ايه؟ ميله اللي هو الاي على تي، اللي هو البندنج مومنت على الاكسل، فهيبقى الايه المومنت على البي تمام، فهيديك ايه الاكسنتريستي اللي هي الاي تمام. يعني انت لو شديت خط كده تمام هيبقى الميل بتاعك اللي هو الايه الاي اللي هو الاكسنترست. وبالتالي الاكسنترست دي اللي احنا كنا بنقول عليها بنسبه ما كام 10% مثلا او 5% من القطاع بتاع العمود. وبالتالي لو انت عندك لو انت كده فلغايه هنا يعتبر ده ايه عشان ان انت مثلا لغايه 5% من قطاع العمود ده لا الاول ايه اكسنترست. نيجي اللي بعد كده هتفضل ماشي. دي كانت اول نقطه اللي هي ايه اللي احنا قلنا الماكسيمم كومبريشن. هنوصل لغايه نقطه بي. نقطه بي دي عباره عن ايه الاستريسز بتاعت الكومبريشن عند نقطه هنا عند الايدج بتاع العمود بقى بزيرو، والناحيه الثانيه وصل لبوينت 03 اللي هو الماكسيمم كومبريشن في الخرسانة. بعد النقطه بي دي هيبتدي يظهر عندك شويه تنسال ستريس على جانب من العمود والجانب الثاني يظهر عليه كومبريشن، وبالتالي هيفضل ماشي كده لغايه ما يبتدي ان هو ايه زي ما احنا شايفين هيظهر بقى تنسال ستريس من ناحيه ويظهر كومبريشن ستريس ايه من تحت. لكن من لغايه فوق الخط ده تمام ده كومبريشن ايه
كنترول، يعني العمود لو هينهار هينهار نتيجة الايه كومبريشن، لو تحت الخط ده هيبقى ينهار نتيجة ايه تنشن كنترول. النقطة البالانس دي ده اللي هي الاي بيساوي الاكسنتريستي، دي بيساوي الاكسنتريستي بالانس، لساعتها بيبقى القطاع العمود وصل للماكسيمم كومبريشن سترين اللي هو البوينت 003 تمام، والناحية التانية الحديد وصل لليلد. فبالتالي البالانس ديت نقطة ثيوريتيكال تمام، العمود ساعتها ممكن ينهار على الكومبريشن او على التنشن. وبالتالي بعد النقطة دي بقى بيقلب بقى العمود ينهار نتيجة ايه؟ ان دلوقتي الابسلون بتاعت الحديد وصلت اكتر من اليلد، وبالتالي ساعتها ان الجزء ده بينهار نتيجة ايه؟ بينهار نتيجة التنشن ومش الكومبريشن. طبعا زي ما احنا شايفين انت دلوقتي العمود لو انت مثلا عندك نومينال فورس وعندك الام اكس بس بيندنج نتيجه واحده بس، هتلاقي الكيرف اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده اللي هو ده. طيب لو انت عندك نورمال فورس وام واي بس، فهتلاقي الكيرف اللي احنا بنتكلم عليه ده برضه شبه الكيرف ده. طب لو انت عندك بقى اتنين، عندك ام اكس وام واي، هتلاقي ده الانفلوبس بتاعه في الاتجاه بتاع ال 3 دي. وبالتالي ده كده ايه، لو انت عندك نورمال فورس تمام وعندك مومنت في الاتجاهين، هتلاقي انت في كيرف ان بتوين تمام، ده اللي هتصمم عليه مش ده ولا ده. اللي طبعا الكيرف ده بالمنظر ده بيسموه ايه، بيسموه الاونيون كيرف. الاونيون كيرف اللي هو كيرف شبه البصله، لو انت شفت هنا كده خدت كروس سكشن في البصله هتلاقيه في الاخر بالمنظر ده، نفس الايه حكايه الانفلوب بتاعت اللي انت عندك كومبريشن وعندك مومنت، سواء بقى مومنت في اتجاه واحد او في اتجاهين. ده برضو توضيح للي فات، توضيح للي فات اللي احنا بنتكلم اول حاجه من هنا، ده كان بنوضح هنا انت دلوقتي لو انت عندك كومبريشن فورس زي ما احنا شايفين الكيرف ده هو يعتبر ان احنا بنتكلم هنا ده الاكسيال لود وده الديفورميشن اللي حصل في عمود وهما بيختبروه. طيب الكيرف اللي هو الاولاني اللي هو ده التايت كولوم، الكولوم اللي هو يعتبر الكنات بتاعته على شكل مستطيل. ايه اللي حصل؟ هتلاقي ان هو ابتدى لما يتحمل كل الكيرفات كلها وصل لغايه مثلا اللي هو البي التمنت ده، وبعد كده ايه التايت كولوم اول واحد انهار. لكن لو انت عندك لايت سبايرال او سواء او الكيرف اللي في النص ده الاي سي سبايرال وده الهيفي سبايرال، ده اللي الكود بيصمم عليه اللي هو الاي سي او اللي هو الكود اللي هو الاخضر ده اللي في النص تمام، هو مش لايت سبايرال ولا هيفي سبايرال، خد ايه حاجه ان بتوين. طب حتى لو اللايت سبايرال بص شايف انت عندك بيحصل لغايه بيستنى لغايه الفورميشن قد ايه تمام، وبالتالي عشان كده بيزود الفاي بتاعه الاي سبايرال كول. نيجي نبص هنا، هو دلوقتي العمود ده لما انهار وده تايت كولوم، بص شايف اللي حصل، حصل سبيلنج وحصل للخرسانه وحصل ايه كراشنج للخرسانه. لكن مع هنا لما حصل في الجزء بتاع السبايرال حتى الكفر كونكريت وقع، ولكن الكور اللي جوه الخرسانه تمام اللي جوه السبايرال هو عامل له كونفاينمنت، وبالتالي بيقدر يستحمل لود اكتر وحصل ديفورميشن اكتر، فلذلك الكباستي بتاعه السبايرال بتكون ايه افضل. طيب ده بيترجم فيه في الاس اي زي ما احنا قلنا دلوقتي، هتلاقيه هنا بيديك كيرفين، الكيرف الاولاني اللي هو البرتقاني ده يعتبر للتايت كولوم، والجزء اللي هو المنقط اللي هو الازرق ده السبايرال كولوم. هتلاقي الفاي هنا 0.65 في التايت و 0.75 في الجزء بتاع السبايرال. الفاي دي اللي هي السترينث ريدكشن فاكتور، ان انت بتاخد ريدكشن من السترينث ما بتصممش على الفول سترينث. هتلاقي فيه شويه مراحل كده ترانزيشن، هو دلوقتي اول مرحله دي كومبريشن كنترول يعني بينهار نتيجه الكومبريشن، بعد كده اخر مرحله خالص تنشن كنترول، ان بتوين هتلاقي ترانزيشن. والكود بيخاف في الخرسانه ان يحصل كومبريشن، هو الكومبريشن كنترول، فعشان كده هتلاقيه في الاعمده والحاجات الممبرز اللي معروفه ان هي كومبريشن وخاصه الاعمده، فبياخد الفاي بتاعتها ايه قليله. ليه؟ لان هو بريتل فيلير، فلذلك الفاي بتاعتها قليل. لكن في التنشن بيعتمد على الستيل والستيل لوك تايم، فهتلاقي الفاي بتاعته بتوصل لايه 0.9. لو حاجه بقى ان بتوين يعني حاجه كومبريشن وعليها بيندنج يبقى فيها جزء تنشن، هتلاقي الفاي بتاعتها ايه بتزيد لغايه ما توصل تنشن كنترول، وبالتالي ساعتها هتوصل لايه الفاي بتاعتها 0.9. التنشن كنترول ده بيوصل لغايه امتى؟ لما التنسايل سترين في الحديد بيساوي اليلد بلس 0.03، يبقى هو عدى الكومبريشن بتاعت ايه الخرسانه.
كان زمان في الكود بتاع اس اي 14 كان بيخلوه 0.005، دلوقتي لا، هو عملها اللي هي 0.03 بلس الجزء بتاع الايه اليلد بتاع الايه الحديد. زي ما هنا نشوف بقى، هنشوف انت دلوقتي ده نفس الكيرف اللي فات بس بتوضيح اكتر شويه. زي ما احنا ما قلنا العمود اللي الكنترول عليه اغلبيته ان هو كومبريشن فيلير زون مش تنشن. بص انت شايف الجزء بتاع كومبريشن قد ايه، اكتر بكتير من التنشن، ولذلك الكومن فيه ان هو ايه كومبريشن. زي ما قلنا الفيرتيكال اكسس ده بتاع الكومبريشن، والهوريزونتال اكسس ده بتاع الايه البندنج. ايه بقى الخط الازرق ده؟ الخط الازرق ده النومينال كاباسيتي، دي الكاباسيتي الحقيقيه فعلا بتاعت العمود، لكن احنا مش بنصمم عليه، احنا بناخد فاي. وبالتالي عشان الفاي ديت اللي احنا كنا بنتكلم فيها تقريبا داخله على 0.65، هتلاقي بيقسم بيضرب الكيرف ده في 0.65 كانه بيقسمه بياخد ريدكشن، فبيديك الكيرف الاحمر، ده الكيرف الاحمر اللي احنا بن ايه بنصمم عليه. وبالتالي احيانا بياخد الكباستي بقى في الفاي دي بتقل، يعني هي مثلا 0.9 في الجزء بتاع اللي ايه تنصايل، فلذلك هنا هتلاقي ريدكشن كبير والريدكشن هنا قليل. ليه؟ عشان ده الفاي بتاعته 0.9 والفاي هنا بتاعته كام؟ 0.65. زي ما قلنا احنا مش بنصمم على الكباستي الفول كباستي، لا بنضربها في فاي، واحنا خدنا ريدكشن عشان ان انت دي بتبقى هاي اكسيال ومع سمول اكسنتريس. هاي اكسيال مع سمول اكسنتريس هتلاقي نفسك طلعت بره الكيرف، فخد خط هوريزونتال كده قال لك لغايه اللي هو ايه تقريبا اكسنتريس 25 مللي. الفا خد الفا في فاي في بي نوت، الفاي في البي نوت، البي نوت احنا قلنا النورمال كاباسيتي، الفاي قلنا 0.65، الفا دي تقريبا من 0.75 لغايه 0.8 تمام، بياخد الريدكشن اللي احنا قلنا عليه. طيب بعد كده زي ما قلنا نوصل لغايه الاي بالانس اللي هي النقطه بتاعت دي ديت تمام. النقطه بتاعت البالانس دي بعدها ان ايه بيحصل ان انت تعتبر تنصال ستريس، وان العمود ممكن او الممبر ده ينهار نتيجه التنشن مش الكومبريشن. ان شاء الله في المحاضرات الجايه هنبتدي نتكلم كده، خلصنا الشورت كولوم، ان شاء الله هيبقى فاضل الاكزامبلز، هنبتدي بعد كده ناخد اكزامبلز على الشورت كولوم، وبعد كده هنبتدي ناخد نتكلم على اللونج كولوم والسلندر ازاي ناخدها معانا، وان شاء الله بعد كده نتكلم على الماجنيفيكيشن فاكتور في الفيرست اوردر والبي دلتا في السكند اوردر في المحاضرات الجايه ان شاء الله. دي الريفرنسز اللي انا خدت منها المحاضرات ديت، هتلاقي ده الاس اي كود والبي سي اي وكتاب بتاع اللي هو رينفورسد كونكريت بتاع اللي هو الدكتور ناصر يونس، والكتاب بتاع المهندس كريم جابر، والكتاب بتاع ديزاين بتاع رينفورسد كونكريت بتاع داروين دولان بتاع الاديشن بتاع 2021، وبعض ايه السلايدز. متنسوش بقى ان شاء الله تعملوا سبسكرايب للشانل وتشوفوا المحاضرة دي والمحاضرات اللي فاتت، وتابعونا على الفيسبوك واللينكد ان هتلاقوا عليها المحاضرات البي دي اف واللينكات بتاعت اليوتيوب، ولو حد عنده اي استفسار ممكن يتواصل معايا مع الواتساب. شكرا، استنونا بقى المحاضرات الجاية ان شاء الله نشرح فيها الجزء بتاع الاكزامبلز على شورت كولوم، وبعد كده سلندر كولوم ان شاء الله.